مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل، شكرا للزميل حمد بضبيب الشامسي. والانطلاقة لشوطنا الحادي عشر تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. والشوط الحادي عشر الخاص بالحول لأصحاب السمو الشيوخ، والباب مفتوح لأبناء القبائل للمشاركة في هذا الانطلاق والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع معكم المسيرة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة. وهنا المقدمة والمركز الأول، من تفتتح الإذاعة في هذه الجوائز النقدية القيمة للمراكز العشرة الأولى. هنا تأتي رقيص لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في الصدارة وفي المركز الأول، وبقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد لي في الصدارة وفي المركز الأول. المركز الثاني تأتي الصفرد في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في تضميرها. أما على المركز الثالث فتأتي هنا الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين في تضميرها، من تأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع المتواجدة التماس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والشيبة بن علي السبوسي في تضميرها. وعلى المركز الخامس المتواجدة هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج الرميفي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه المسيرة ومسيرة الثمانية كيلومترات في الانطلاق والتحدي والإثارة. وهناك رقيص، من ترقص على مقدمة الشوط وعلى الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، وماخذ زاوية عن بقية المشاركين. المركز الثاني، وفي المركز الثاني الصفرد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. وفي المركز الثالث تأتي الدوحة على ثالث المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين في تضمير الدوحة على المركز الثالث. ناخذ رابع المراكز، وفي المركز الرابع تأتي في هذه اللحظات نايف مشاهدينا الكرام، من تأتي على المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر نايف السيد عتيق بن سالم بن العرطي الحميري. وفي المركز الرابع تأتي نجود من تأتي على المركز في هذه اللحظات. الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من تأتينا على المركز الخامس. ولكن أرى التدخل في هذه اللحظات من جودة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك لوهيبي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا المو. غادرنا منتصف المسافة، غادرنا الأربعة كيلومترات، غادرنا اللوحة الأربعة والمنتصف، وهناك التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة وعلى المركز الأول.
في هذه اللحظات من قبل الدوحة من غيرت النتيجة وانتزعت الصدارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وفهد بن سيف البوسعيد الخيارين في تضمير الدوحة على الصدارة وعلى المقدمة. الدوحة 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 العاصمة القطرية هنا تشاركنا في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة ونحن نلعب على أرض ميدان الشحانية بالدوحة قطر. ما شاء الله المركز الثاني وأرى الصفرة في هذه اللحظات تتسلل أيضا إلى المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سلم مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في التضمير. نايف قادمة بكل قوة وعينها على ركب المقدمة بضيف أيضا تضيف إنجازي لهذا الشعار كما أضاف في المغني في الشوط الماضي ملك سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك المغني بقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري وهنا نايف بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. المركز الرابع ورقيص في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع المضمر سعيد بن عبيد بن مرشد السبوسي من يضمر رقيص على المركز الرابع. وفي المركز الخامس تأتي جودة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. نعود بعد الخمس المراكز الأولى وهناك أسماء أيضا قادمة في المراكز الخمسة المتأخرة ولكن هنا التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة من قبل نايف من انتزعت الصدارة المقدمة انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري في الصدارة وفي المقدمة المتمرس إذن على الصدارة على المقدمة مع نايف في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هو الدوحة في ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع فهد بن سيف البوسعيد الخيارين من يتابع الدوحة. هنا من تأتي على المركز الثالث الصفرد وبطير بعد لحظات وبطير وبترفرف بأجنحتها الصفرد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في تضمير الصفرد على المركز الثالث. وفي المركز الرابع جودة جود على المركز الرابع لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في تضمير جود من تأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع نجود خامسا في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع مسري بن سالم بن العرط الحميري أحد خبراء التضمير من يأتي و1500 متر غادرناهن في هذه اللحظات غادرنا ال1500 متر وهناك نايف من سيطرت على زمام الأمور سيطرت على المقدمة تبغي النوف تبغي الفوز تبغي الانتصار. ها هي إذا نايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بقيادة أبو أحمد السيد عتيق بن سالم بن عرطي الحميري على الصدارة وعلى المقدمة على المركز الأول بهذا الانطلاق والتحدي. هنا الدوحة في ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هو مع المضمر السيد فهد بن سيف البسعيد الخيارين وهنا جود من تأتي على المركز في هذه اللحظات الثالث لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان ومع المضمر السيد سعيد بن مبارك الوهيبي. وصلت هنا شواهد
شواهين 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 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سالم بن حمد بن هيان العامري في تضمير شواهين من تاتي على المركز الرابع وفي المركز الخامس المايدية لسمو الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم ومع حميد بن بدر العليلي في التضمير من تاتي على المركز الخامس. ولكن هنا المقدمة، هنا الصدارة، هنا المركز الاول، ونايف نايف 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 على الصدارة، نايف على المقدمة، نايف بالانطلاق، نايف بالتحدي في هذه اللحظات. يسلم والدوحة، الدوحة تسللت، الدوحة 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 تسللت من الجانب الآخر وانتزعت الصدارة، انتزعت المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة فهد بن سيف المسعيد الخيارين. سلام 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 يا للشحانية على هذا الأداء الجميل ولحظة وصول واقتراب الدوحة من خط النهاية، معلنة الفوز، معلنة الناموس. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا لفهد بن سيف المسعيد الخيارين على هذا الفوز ولحظة وصولها إلى خط النهاية. جود في المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، شواهين في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن مكتوم، المركز الرابع نايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المايدية، في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم المكتوم وصلت في المركز الخامس. هذه هي النتائج للخمسة المراكز الأولى، ذعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود مع أبو طلال ومخرجنا أحمد الحمادي ولحظة وصوله هنا الدوحة إلى خط النهاية، وها هي لحظة تسللها، معلنة الفوز، معلنة الناموس، وتتسلل في هذه اللحظات أمامكم على شاشة التلفزيون وتنتزع الصدارة من قبل نايف حينما انتزعت الصدارة وأعلنت الفوز والناموس. 3 دقيقة 21 ثانية، 10 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا لفهد بن سيف المسعيد الخيارين. كانت جود في المركز الثاني في 3 دقيقة 23 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف أنا نهيان، تهانينا لسعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي، 3 دقيقة 23 ثانية، 22 جزء من الثانية سجلته. شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا تهانينا للمضمر السيد سالم بن حمد بن هيان العامري، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ها هي إذن الاستعدادات لانطلاقة شوط آخر من أشواط التحدي والإثارة، وشوطنا الذي يستعد لانطلاقته هو الشوط 12 في مجموعة الأشواط، والشوط 12 الخاص بالزمول لأصحاب السمو الشوق ومن